ورجعنا لكم مره تانية فقرتنا الثانيه، فقره لطيفه قوي. احنا الدنيا ابتدى يبقى فيها مطر وبرق ورعد ودخول قوي كده من الشتاء، فكل سنه وحضراتكم طيبين. ومع كل موسم بنشوف حاجات جديده متعلقه بالموضه والفاشن، فيا ترى شتاء 2021 واللي جاي من 2022 كمان هيكون شكله ايه، وايه الجديد فيها، وايه المختلف عن السنين اللي فاتت. تفاصيل كتير هنعرفها من ضيفتنا اصغر فاشن ديزاينر في مصر، فرح حمدي. اهلا بيكي وصباح الورد عليك يا فرح. صباح النور. قولي لي يا فرح، انت بداتي الموضوع ده وانت عندك 17 سنه، وهو سن صغير قوي، وحاليا عندك 19 سنه، هو برضو سن صغير. فالموضوع بداتيه ازاي، ومين اللي كان داعم ليكي مثلا؟ انا شايفه مامتك معاكي كمان هنا. ايوه، فقولي لي بقى الموضوع ابتدى ازاي. هو الموضوع ابتدى بفكره ان انا عايزه اعمل لبس ليا عادي، انا بحب الفاشن فعايزه اعمل لبس. بعد كده بدات ان انا اقول لهم الفكره عندي، هم لا ما فيش، مش مستوعبين الفكره او شايفين ان انا طفله صغيره بفكر في حاجه بسيطه عادي. بعد كده بدات بابا اداني تحدي وقال لي تجيبي 99 في ثالثه اعدادي، فيا تخلي كورسات واعمل لك اللي انت عايزاه. وجبتي 99؟ وجبت 99. شاطره قوي ما شاء الله. وبعد كده بقى هما الاثنين ماما وبابا بقى اكتر ناس بيدعموني في الوقت ده، يعني لحد دلوقتي معايا من اي حاجه، في اي حاجة من الالف للياء. بس انت برضو لسه يعني صغيره ان انت تبقي مش بس انك تختاري مجال معين، لكن كمان ان انت تبقي شاطره فيه قوي، يعني لسه عندك كمان مساحه انك كمان تطوري يعني. لكن دراستك كانت ايه ودراستك ايه كانت ايه؟ لسه انت لسه غير بتدرسي صح؟ اولى جامعه. دراستك ايه وازاي دراستك دي انت في مع تصميم الازياء بتقدري توفقي ما بينهم؟ انا بالنسبه لي بتبقى هي الدافع ان انا اذاكر، الدافع ان انا اثبت لهم ان انا يعني كان عندي حق ان انا ابدا في سن صغير دلوقتي ان انا قدها عادي. بس انت بتدرسي ايه؟ لا انا دلوقتي انا كنت في ثانويه عامه وداخله اولى جامعه. هتدرسي ايه طيب ولا لسه؟ اداب انجليش. اداب انجليش، اوكي. يعني يعتبر مش مجال ليه علاقه بالفن او بتصميم الازياء او كده؟ لا انا كنت عاوزه بس يعني ما جاتش، ما حصلش نص. بالظبط. طب خلينا بقى نخش في الموضوع على طول، احنا داخلين على الشتاء، ايه الجديد في الشتاء ده؟ الجديد الحاجات اللي بتبقى جلد الفار والحاجات الغريبه، الحاجات ما تيجي نشوف مع بعض الجديد، ورينا عملتي ايه. انت اول مره في حياتك تلبسي ولاد كمان معانا هنا في صباح الورد. ايوه ده اول مره. طب عايزين نشوف مع بعض. لا انت كنت بتقولي لنا ان الجديد جلد، وفي في ايه تاني غير الجلد جديد؟ في الفار برده ده دايما معانا في الشتاء. معانا والتايجر طبعا، الانيمال برينتس عموما الحيوانات وكده. أيوة. اوكي ده خامته ايه بقى؟ ده شموع. شموع يعني كمان معانا الجديد في الفاشن شموع. اوكي طب وايه كمان معانا؟ وطبعا الحاجات اللي بتبقى شبه البدل شويه، بتبقى بقى في سكيرت، في يعني دايما بنلاقيها في بنطلون او بنلاقيها في مع الجاكيت بتاعها. لا انا عملت دلوقتي السكيرت مع الجاكيت، فيعني حبيت اعمل يعني خليتيهم زي ست واحده. اوكي هل ده من ضمن الموضه برده بتاعت شتاء؟ اوكي طب وعايزين نشوف برده معانا ايه ولادي. طب وايه الالوان اللي هي دلوقتي الشتاء يعني بنشوف الالوان في الصيف تبقى الوان مختلفه شويه؟ بس برضو الالوان الصريحه دلوقتي بقت معظمها كلها موضه في اي وقت. بس طبعا بقى الالوان الغامقه في الشتاء بالذات بتبقى برضو ليها يعني ما بتتشالش، بس دايما إيه اللون اللي في الشتاء ده يمكن هو اللي داخل في الموضه اكتر؟ البنيات، البني. وانا شايفين دلوقتي يمكن في اتجاه للبني. اشمعنى طيب؟ هو غوامق للشتاء دايما بتبقى. انت من النوع ده يعني النوع اللي بيفضل الغوامق في الشتاء؟ اوكي سمعت ان في فواتح طالعه موضه والوان مبهجه للشتاء، هل ده يمشي معانا ولا لا؟ الالوان المبهجه دايما والصريحه الاحمر الاصفر الحاجات دي كلها مستمره معانا صيف وشتاء. طب ومعانا ايه بقى رجالي؟ عايزين نتفرج مع بعض. انت ايه اللي خلاكي ان انت تبقي تصممي للرجالي كمان؟ انا كنت عايزه اخش حاجه جديده، ففكرت ان يعني فضلت اخد قرار كتير قوي ان انا ابدا في الرجالي ولا لسه ابدا ما ابداش. بس اوكي اخدت القرار. الجلد والفرو مع بعض وفعلا شبه الجاكيت البدله زي ما بتقولي. اوكي طب وما حسيتيش ان ده تحدي ان انت يعني فاشن ديزاينر بنت يعني
طب قولي لي حسيتي لا بس انا ما كنت يعني هو كل يعني كل حاجه بعملها كانت ريسك فانا دايما بحب الريسك او بالظبط كده. طب وبيجي لك افكار الحاجات الرجالي ازاي بقى؟ انا طبعا الاول بشوف الموضه الاول والولاد عموما بيلبسوا ايه بيحبوا ايه بعد كده انا بقى بعمل ببدع انا يعني بطريقتي الحاجات دي يعني. وهل بتستشيري حد؟ او طبعا يعني لازم ماما اول حد وبعد كده اخواتي. اوكي انا قصدي في اللبس الولائي يعني الرجالي يعني لا. هل بتستشيري حد من اصدقائك من قرايبك؟ لا. اوكي ايه الفرق في انك تعملي ديزاين للبنات او ديزاين للولاد؟ الفرق ان البنت بتحب التحضير ازاي يعني البنت بيبقى عندها افكار اكتر ممكن نلعب فيها الولد بيبقى فيه حاجات معينه بس بسيطه بس يعني الاثنين مظلومين احنا دايما اوكي اشرحي لنا بقى. ده جلد برضو بس يعني ده جلد الاسود طبعا شوي. ده معانا بيتلبس صيف شتاء على بوت على اي حاجه على حتى في الصيف برضو بقى الجلد بقى موجود. اوكي هل مش بيحرر في الصيف؟ لا في انواع جلود على حسب بقى بيبقى في حاجات متبطنه وحاجات لا بنعملها حسابها في الصيف او شتاء. اوكي طب والجاكيت اللي فوق برضو الجاكيت ده جلد بس ده جلد بيلمع شويه او بيبقى فيه اللي هو من نوع من اللايت كده شويه ده بالليل اكيد اكيد. اوكي ده بيبقى الاكتر للسهره او بالنسبه بالليل يعني شتوي يعني بيدفي يعني لا بيدفي من جوه بيبقى فروه. طب قولي لي ليه دايما الناس بتقول ان اللبس الشتوي بيبقى اشيك من اللبس الصيفي؟ يعني دايما يقول لك لبس الشتا ليه شياكه معينه. عشان بتبقى القطعه مليانه شويه بس ملهاش علاقه يعني ده بيبقى لا بس ده يعني فعلا في ناس بتستنى الشتا علشان تلبس لا هي ده يعني ده برضو شيك وده شيك بس اللبس الشتوي بيبقى الوانه والقطع بتكون اكبر شويه فبتحسي انك انت لابسه حاجه يعني كبيره. طب قولي ايه الريفرنس بقى اللي بترجعي له عشان تطلعي الديزاينز بتاعتك؟ يعني انا عارفه ان انت اكيد بتفكري فيها وبتتخيليها بس اكيد بتبقى مستوحاه من حاجه لا الطبيعي بيبقى من مثلا من حاجات من الطبيعي من اللي هو من الطبيعه عندي مثلا انا عايزه اعمل ايه شايفه الحاجات اللي الناس محتاجينها ايه اكتر فدي اللي بركز عليها ان انا اشوف الحاجات اللي هم محتاجينها وابدا فيها. اوكي واشوف بقى الافكار اللي عندي واحاول ان اوفق ده ما بين ده وما بين ده. طب قولي لي الشتا ده بقى ايه الالوان الموضه معانا بالظبط؟ يعني بالظبط البني والاصفر اللي هو جاي على البنيات البني الفاتح كده اللي هو الكافيه والحاجات دي. اوكي وطبعا الاسود والابيض الالوان دي يعني. طب انا عايز ارجع لموضوع الريفرنسز دي عشان انا برضو دايما ببقى عايز اعرف هم المصممين الازياء هم بيجيبوا افكارهم هل بيجيبوا افكارهم من مصممين ازياء تانيين؟ هل في حد بيبقى هو اللي بيبدا الموضه ولا كل واحد تبقى فكره ممكن تبقى فكره ممكن جريئه وتنجح وما تنجحش؟ لا هي طبعا ممكن تنجح وما تنجحش وعلى حسب راي الناس برضو بيفرق بس يعني انت بتجيلك الفكره فبتنفذها فبتشوف بقى ده بيبقى الباقي بتاع ربنا لكن ملهاش حاجه معينه. طب بالنسبه للاكسسوارز بقى السنه دي اللي طالعه موضه في الشتاء زي السكارفز والهاتس والاحذيه وكده عامله ازاي؟ برضو كلها يعني معظم مثلا الاحذيه كلها بتبقى من الانيمال برينت زي التايجر والزيبرا بالظبط كده. اوكي وبيبقى فيه بقى الحاجات برضو الجلود طبعا معانا الشماه برضو الحاجات دي بالنسبه للاكسسوارز بتبقى الحاجات الكبيره زي مثلا النكلس تبقى حاجه كبيره بتاخد برضو من شكل الديزاين بتعمل ديزاين للبيس نفسها. طب هل ده بيليق على كل الناس الحاجات الكبيره دي؟ طبعا على حاجات وحاجات يعني في بودي شيبس معينه بتليق وحاجات لا اجسام معينه يليق عليها كده واجسام لا. طب هسألك سؤال يعني لو انا لابسه حاجه انيمال برينت زي التايجر او الزيبرا وكده يليق علي ان انا البس اكسسوارز كبيره؟ ممكن لو هي بس تبقى قصيره يعني ممكن تبقى كبيره بس قصيره ما تبانش قوي يعني انا حاسه هيبقى كتير. طيب احنا معانا يمكن حاجه تاني رجالي برضه انا عايز اسالك ده شتوي؟ ده فرو اوكي وبرده في نقشات يعني كروان
اوكي. طب والبنطلون انت اللي عاملاه برده؟ لا. اه تمام. آه الابيض والاسود مع بعض. طبعا ده ميكس بيبقى دايما للولاد. اه الولاد على كل حاجه. اه الولاد برده الالوان محدوده شويه. أيوة. برده. طب ايه تاني الوان طالعه للولاد بالذات؟ برده الالوان الغامقه تبقى دايما ليهم هم اكتر، والممكن الابيض الكافيه. آه لكن الالوان الصريحه عندهم لا، مش مستحب في لا. الشتاء قوي برده صح؟ يعني جواكت الحمراء والصفراء ممكن اه بتبقى قليله قوي. طب ايه اكتر حاجه انت لما تشوفيها ولد لابسها تحسي لا ده انت كده مؤذي للعين، يعني لا ما ينفعش بالنسبه لك كفاشن ديزاينر؟ اه حلو السؤال ده قوي. اه ايه رايك؟ اه لا إيه رايك؟ وعايزك تركزي في الاجابه، يعني تختاري حاجات امثله كده بعينها. يعني بعينها؟ اه الجزمه الحمراء. الجزمه الحمراء تضايق؟ اه مع ان دي بقى موضه قوي. لا اوكي. الولاد للولاد طالعه موضه؟ اه بقالها شويه. ولا حد هي بقالها شويه ولا اي حد ما كنتش تعرف محدش من الشتاء اللي فات، بس هي انا بحسها لا. اوكي طب وايه تاني؟ لا ما فيش حاجه تانية، يعني هو دي اكتر حاجه انا يعني ما بحبهاش خالص ليهم. لكن طبعا بقى البنيات الكافيهات الاسود الغوامق يعني للولاد دي بتبقى حلوه قوي. اوكي وبتليق كمان على كل. وفي الصيف برضو بتحبذي ان الولاد ما يلبسوش فواتح؟ بس انت كده مفتريه بصراحه. يعني انت كده بتفتري عليهم. مش عارف ليه بتعمل فيها يعني كده. عايزاهم غوامق طول الوقت؟ حرام عليكي. لا مش غوامق، بس ممكن نلعب في الفواتح الهاديه. اه لازم فواتح صريحه يعني. اه يعني قصدك الالوان اللي هي الجريئه قوي يعني. اه لا دي لا. طب هي اللبس الجلد كان موضه السنه اللي فاتت قوي، فهل دلوقتي نقدر نقول ان ابتدت تروح عليه شويه؟ لا الجلد من زمان معانا. لا الجلد من زمان في الشتا دايما موجود، ما بيبطلش اصلا، ما بيتروحش عليه. وبرده طبعا الووتر بروف، وال زي ما قلت البوت مثلا يبقى انيمال برينت. اوكي اشرحي لنا الجاكيت بقى ده ايه. ده ووتر بروف. اوكي. وهو يعني دايما بنلاقيه بزراير او بنلاقيه بسوسته. بس انا حبيت اعمل فيه فكره جديده وعملت فيه حزام. عجبني قوي والله شكله. اه شكله حلو جدا. اه صح. ويبقى قصير برضو لان معظمهم كانوا بيبقوا طوال، اللي هو بلطو. وكمان بيتخنوا المنفوشين، فانت حركه الوسط دي خليته يرفع يعني باين جسمها. طب والبوت؟ آه البوت بقى ده يعني ده طبعا موضه جدا معانا. الانيمال برينت موجوده في اي حته، ويعني مثلا في التيشيرت او في الجاكيت او في اي حاجه بتبقى برضو موضه. وبتبقى حلوه جدا في الشتاء كمان بالذات. اوكي اه شكلها بتدفي يعني. اه يعني تحسي ان انت بقى بتدي شكل برضو للاوتفيت. اه يعني الطقم ده محسسني ممكن انزل في المطر عادي. شتاء برق رعد مش مشكله. بما ان يعني التقلبات الجويه داخله علينا يعني. بالظبط. طب تفتكري الناس لما تيجي تسهر في الشتاء ممكن يلبسوا ايه، بما ان الدنيا بتبقى بارده قوي فلازم يبقوا مقفلين قوي كل حاجه، فايه اللي ممكن تتخيليه يلبسوه كده؟ ممكن يلبسوا مثلا دريس بيبقى فرو، او دريس يبقى فستان فرو، او التريكو او الحاجات اللي بتبقى بتدفي دي. ممكن يلبسوه دريس يبقى قصير بس بيبقى بيدفي من فوق، فهم ولابسين بوت فبيبقى الدنيا تمام معاه. وفي جاكيت بس بيبقى اوت دور يعني. تمام. طب حلو قوي الجاكيت ده، اللون بتاعه حلو. ده ووتر بروف برضه. آه. غوامق انت حاصرهم. آه. في الغوامق. بس اللون ده حلو يعني. اه لون حلو قوي. يعني اه طبعا الكحلي. كحلي طبعا. كريم انت بتحب الكحلي قوي. انا احب الكحلي. اه طب وخامته ووتر بروف زي ما قلنا. بس الفرق ما بينه وما بين التاني بيبقى محطوط فيه فايبر. اوكي. فبيبقى منفوخ، ده مش منفوخ. اه اوكي. طب يعني هل انت شايفه ان هو يعني يبقى غامق ويتلبس على غامق برضو؟ أوه. يبقى غامق في غامق. اه عادي. طب حرام عليكي ليه كده؟ لا لا عادي. مش اي حاجه فاتحه. بس عماله تسالك السؤال. اه عادي ينفع. عادي عماله تسالك. الغوامق على يعني الغامق على الغامق ده على فكره موضه. في يعني البنات والولاد اه بيلبسوا الغامق، يعني تلاقي لابس اسود في اسود كله بيبقى غامق، ده طالع موضه. أوكي. وكمان انا بشوف اللي هي يمكن الدرجات يعني نفس اللون ودرجات مختلفه دلوقتي، يمكن طلع يعني طلع موضه اكتر دلوقتي مساله انه نفس اللون بس درجات مختلفه من اللون. ده صحيح. ممكن اللي هو مثلا اللبني الازرق، الالوان الدرجات ممكن يتلبسوا على بعض كده. اه طب انت ايه رايك في البنات اللي فعلا بتلبس بينك في بينك في بينك في بينك؟ يعني الموضوع ده انا شفته كتير بس لا. لا صح. ابيض في ابيض في ابيض. ابيض في ابيض. طب انت ايه فعلا اللي بتشوفيه بنات مثلا لابساه تحسي ان ده فعلا مؤذي للعين، هو ما تلبسيش كده زي ما سالناكي على الولاد؟
للبنت؟ اه لا مفيش. مفيش حاجة خالص. انت متحاملة جدا على فكرة. يعني ممكن يكون مفيش ألوان بس هل في مثلا تصميم معين او يعني؟ لا برضو لا برضو. مفيش حاجة. هو اهم حاجة بس يكون مناسب للبودي شيب بتاعها. مناسب لجسمها يعني. فده بيبقى اللي بيظبط يعني الاوتفيت نفسه. يعني ممكن يبقى الاوتفيت حلو بس مش حلو على البودي شيب بتاعها. طيب احنا بنشكرك طبعا على وجودك معانا مصممه الازياء واصغر مصممه الازياء. بس احنا عايزين نشكر المودلز. طبعا لازم نشكر المودلز الشهيره بطوكيو وعبد الله الشهير بجيمي ومنى حليم. نشكرهم طبعا على وجودهم معانا وبنشكرك كمان فرح حمدي مصممه الازياء على وجودك معانا النهارده في صباح الورد. وصباح الورد عليك يا ياسمين. صباح الفل عليك يا كريم. وانا كمان بشكرك يا فرح. بشكر حضراتكم على المتابعة. بشكر فريق العمل بالكامل. إن شاء الله هنكون معاكم يوم السبت القادم من الساعة 9 صباحا على تن تي في. إلى اللقاء.